الطائف، يكفي الطائف ويكفي أهالي الطائف فخرا أنهم بستان مكة، بستان أعظم بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة الله يعمر، وهذا بستانه منذ الأزل. عندنا الجو هذا والجمال هذا والأمن هذا والقيادة هذه الرائعة، وما احنا قادرين ومتعلمين تعليم أكثر من أول، وجامعات وجامعة الطائف ودنيا، يعني نتمنى نتكاتف ونقول القادم أجمل إن شاء الله. يعني جو المطر هذا والجو الحلو، لأن أنت خمس أيام كل يوم في هذا الوقت ربي يقول خذوا يا للطائف، خمس أيام لكم، لأن خمس أيام بالذرة والنعمة في الديار وهنا وهنا وهنا، وربي معطينا خير متاع، احنا في متاع، ربي خلقنا في هذه البلد ايه، اعطانا واكرمنا يا رويل. الله يعز حكومتنا، الله يعز حكومتنا ويعزنا بعز حكومتنا يا رب. نعمة شوف ما شاء الله خير، ينصر جنودنا في الحد الجنوب، ينصرهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ينصرهم ويحمانا ويشفي كل مريض ويرحم اموتانا واموتاكم واموتان المسلمين كل ابوهم، والله في نعيم ما حد قدر. عندنا مدينه من اعظم المدن، الطائف من اعظم المدن جوها، والصيف دحين احنا من رمضان من شعبان، من اول شعبان وامطار الطائف خير كبير ما شاء الله تبارك الله. هذه البلد هي الدوله العظمى في العالم، هذه البلد الدوله العظمى في العالم، الدوله العظمى في العالم، نعم هذه البلد، البلد بالبيتين هذولي، بالبيتين وبخلفاء الراشدين اللي عليها، اللي عليها. دعوة لهالمزارع يرجعوا لمزارعهم ويزرعوها وربنا يبارك لهم. دعوة للي في الحلقة ينظموا الحلقة الخضار، ينظموها أكثر، يروحوا يشوفوا مهرجان التمور في البريدة في القصيم، يروحوا يشوفوا كيف التجهيزات، نستفيد من بعضنا ونتعلم من بعضنا، مبدعين أهل القصيم في هذا المجال. يروحوا يشوفوا المهرجانات حقتهم حقت العنب والخوخ، يشوفوا كيف تتم المهرجانات داخل المزارع، مو تتم في مكان خاص لشخص ولا في مكان سوق نسائي تروح تسوي مهرجان زراعي. المهرجان الزراعي بين المزارع عشان الناس يجي يشوف ويستمتعوا أكثر ويشتروا. المهرجان تيجي توضح في المهرجان، توضح كل شيء، ما هي فوائد أنواع كله موجود في جوجل، كيف تزرع كيف كذا، يجيب شتلات الناس يشتروا، هم جاي مو بس يشتري كذا، يزرع هو جاي من منطقة ممكن يزرع فيها بعض الفواكه هذه، يأخذها ويزرعها. يتم بتنظيم، ما يتم المهرجان اللي بتنظيم محكم ومن أهل الاختصاص، مو داخل واحد ماله في الشغلة يجي يسوي مهرجان رمان، هو ما يدري عن الرمان ولا يدري عن الزراعة ولا يدري عن، والثانيين المهندسين يمشوا معاه زي انت مهندس زراعي فاهم، ما تخلي احد يديرك، ما تخلي احد ما يفهم هو اللي يديرك، انت اللي تدير. دعوة للغرفة التجارية انهم اكتشفت انه كثير من دلالين الحراج ما عمرهم راحوا مهرجان التمور في بريدة. الغرفة التجارية انتم المفروض تنظموا، انتم غرفة تجارية يعني انكم تاخذوا رخص وهذا، سووا دعوة رسمية وخذوهم انتم وتكفلوا مصاريفهم يروحوا هناك. حتى أهل القصيم ما شاء الله تبارك الله مسوين عندهم، أنا زرت عندهم فندق صاحبه أوقفه لضيوف القصيم، يعني السكن بلاش، والتنقل أهل القصيم في كرمه ما شاء الله تبارك الله، حتى 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 الأكل الضيافة والهذا، وذول حيستفيدوا حيشتروا تمور وحيشوفوا وحيتعلموا وحيشوفوا أشياء يمكن ما يعرفوها هنا فيتعلم، فهذا تساعد في تنمية. والمدن مدن المملكة العربية كلنا احنا مترابطين، كلنا نخدم بعضنا ونتأثر ببعضنا، نتأثر بالمفيد عشان تنمو الزراعة في الوطن. نجحنا في الدواجن، نجحنا في الألبان، نجحنا في هذا، لا زال فواكه الطائف هي الأهم، أهم من الورد. فواكه الطائف أهم من الورد، العنب الطائف أهم من الورد، رمان الطائف أهم من الورد، حماطة الطائف التين أهم من الورد، عناب الطائف أهم من الورد. في الورد في النهاية هو 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 كمالي، يعني يتعطر به كذا، لكن الأهم هذه الشجرة المعمرة أو هذه الشجيرة، هذه اللي استخلص تستخدم خشبها، استخدم أوراقها، البرش كل شيء، حتى برشوم الطائف.
يحافظوا انه يصير تعبئات اجمل، يصير تعبئات افضل، حتى فاذا زادت وصار ترويج مضبوط يستفيد المزارع، يستفيد المزارع وياخذ حقه مضبوط. بالتالي يوم ياخذ حقه مضبوط حيستثمر، حيجي له دخل، حيستثمر الارض اللي جنبه هذه يستصلحها ويظبطها، حيتوسع. جاره اللي جنبه تارك مزرعته وتارك الركبان، لما يشوف جاره والله ما شاء الله عين فلان مسفر ولا محمد ولا خالد ولا اي والله عين خير، خليني يناديه يقول له ابوي تعال اطلع مزرعتكم شوف في خير كبير فيه. يجي ولده من عمله يجي يشتغل ويبدا يستصلح الارض ويبدا يزرع ويبدا ينزل ويبدا يبيع ويبدا يشتري ويرجع الطائف كما كان. الطائف كانت بساتينه ينزلوا المكة وينزلوا الجدة وينزلوا الوافرة، الآن قليل. والسبب كما ذكرنا الأراضي الزراعية، الناس كثرت في أراضي زراعية بس الناس زيادة السكان وكثافة السكان أعلى كنسبة مئوية أعلى من اللي كان موجود أول، والمواصلات سهلة وكل شيء سهل الآن، أسهل من الأول. أول يجوا على حمير ويجوا يشيلوها على دواب ويشيلوا على السيارات الفردات القديمة، الحين كل شيء سهل، في سيارات وفي تقنية وفي وسائل تواصل وفي كله، المفروض يستصلحوا أكثر ويحسنوا جودة وقيمة منتجاتهم كمًا وكيفًا، كمًا وكيفًا. مو والله فرحانين والله العمال، لازم الكيف. وخلي 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 فاكهة الطائف هي الأغلى، ما في شيء، هي الأغلى، نعم هي الأغلى على مستوى العالم. بعدها حيستفيد المزارع، حينمي، حينمي زي ما كان قبل 40 سنة ما كنا ناكل تمر القصيم وكانت تجيني غالية، مين ياكل السكري؟ دحين شخص من القصيم، شخص واحد رجل أعمال صاحب مزارع عنده إنتاج القصيم كلها قبل 40 سنة من نخيل، وهذا شفته بعيني. امرأة الآن في ألمانيا في قرية تخش على النت كما شاهدنا عنده، تخش على النت تحضر الحراج حق القصيم وتزاود وتشتري، ولا شخص في ألمانيا في قرية ويزاود ويشتري وتتحمل وتدفع بالبطاقة وتتحمل البضاعة عليها وتنشحن وتروح لها لحدها. وصلنا لكذا إحنا، إحنا يلا نعد في هذا، ننزل مكة حاط لنا بسط في الهذا كذا على اليمين للنازل، جميلة بس أتمنى إنه يكون في سوق، يعني واحد من أهل الهذا كذا الطيبين مستثمر يسوي سوق للفواكه، يسوي سوق للفواكه، مو يكون في الخط يضايق الناس كذا، سوق واحد يجي اخر كوبري يقول مين يلقى كذا مزرعة ارض ويسوي سوق كذا شاق، وخلي هذاك السوق هذا سوق وهذا سوق، والحركه هذه طيبه، هذه تساعد المزارع على على ترويج منتجه وعلى بيعه. اللي انجح اول شيء في اي منتج التسويق، فاذا كان في تسويق جيد في زراعه جيده، في انتاج جيد، ما في تسويق جيد ما لن تصلح التنمية. التسويق من ضمن التسويق أن يكون في أماكن في كده في تعبئة، طبعا يدخل من ضمنها التعبئة الجيدة، عدم الغش، الشغلات هذه، هذه كلها هذه إن شاء الله أهل الطائف يعني يمتازوا بها منذ الأزل. كمان هذه البساتين شوفوا كيف، أنا أتمنى يعني اللي يجي لا تقعد على الكرسي، إذا تقدر أنت شباب وما عندك مال أجلس على الأرض، أجلس على الأرض وانبسط وأقعد كده على رجلك وأمشي حفيان، والله صحة، والله صحة، والله صحة. وخذ من الفاكهة كده، شوف لسه ما استوت، خذ من الفاكهة كده وكل وامشي. أهل الطائف كانوا بساتينه وكانوا كله جاهل مكة، كله مصيفين، يجي يخش البستان يأخذ العزل يقعد يومين ثلاثة، يقعد بالأسبوع وينبسط، يسمع صوت البير، يسمع صوت النغاري، يسمع يصيد طيور، يصيد بدرية، يعني ينبسط. هذه متعة، هذه متعة الطائف. حتى أهل جدة أقول لهم والله صارت كباين عنده، قال والله في بعض عيان جدة نعرفه يقول والله ما حتى ما نروح البحر، لأنه ما في مكان، إحنا البحر عندنا صار فين، والله لي يومين في البحر، إيش سويت؟ أسبح في المسبح، إيوه، وطب أسبح في البيت ولا في أي نادي، إيوه، يعني ما في عندنا، إحنا عندنا متعة البحر فرجة قاعد يومين في البحر بس يقعد كده يتفرج، ما يقدر يسبح لأن الأماكن صغيرة حقت السباحة. ويجي هنا يطلع الطائف، ولا طلعت الطائف انبسطت وكل شيء، فين رحت؟ قال الله رحت فندق، رحت شقة مفروشة، قاعد في الشقة المفروشة ولفلف بالسيارة وخش حديقة ولا شيء بس وجا ماشي. آسف الإطالة لأني والله مقهور، انقهر، انقهر على الطائف.
زي ما كل ابناء الطائف عشاق الطائف تقهر الطائف زي ما نقهر على جده كذا ما في مع اماكن زي ما نقهر يعني اسف لطاله سلام